مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا ومعلومات، وما زلنا مع الوحدة الأولى بعنوان تطبيقات الهاتف ولغة الـ HTML، ودرسنا اليوم بعنوان بروتوكولات الشبكة. تعالوا مع بعض نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يتعرف الطالب على بروتوكولات الشبكة، الهدف الثاني أن يذكر بروتوكولات أمن الشبكة، الهدف الثالث يستنتج أهمية جدار الحماية، الهدف الرابع والأخير يستنتج مفهوم الأمن وقابلية الاستخدام. تعالوا مع بعض نشوف المصطلحات في درسنا اليوم. لدينا مصطلح إنترنت بروتوكول، وهذه تعني بروتوكول الإنترنت، ولدينا مصطلح أيضا فايروول وهو يعني جدار الحماية. هيا بنا نبدأ لهدفنا الأول في درسنا اليوم وهو بروتوكولات الشبكة. تعرف بروتوكولات الشبكة يا شباب على أنها معايير وقوانين، هذه تتكون من قواعد وإجراءات وتنسيقات تحدد كيفية وآلية الاتصال بين الأجهزة في الشبكة. ومثال على هذا يا شباب، لو إحنا عندنا أنت سافرت مثلا دولة أوروبية ولتكن، أو دولة في شرق آسيا زي دولة اليابان. طبعا اللغة الرسمية هناك هي اللغة اليابانية، ونحن نتكلم اللغة العربية ونتكلم اللغة الإنجليزية أيضا على حسب مدارسنا. فإذا الآن إذا أنت تبي تتكلم مع هذا الياباني الموجود أمامك، فلابد من وجود المترجم. هذه المعايير والقوانين الخاصة ببروتوكولات الشبكة هي التي تقوم بالتنسيق أو كيفية الاتصال بين الأجهزة المختلفة في أنظمة التشغيل، زي ما شرحت أنا في المثال كأنها تقوم بعمل المترجم الذي يقوم بالترجمة من اللغة العربية إلى اليابانية والعكس. فإذا لو عندنا أجهزة مختلفة في أنظمة التشغيل، فلا بد من وجود بروتوكولات الشبكة. وتعرف مرة أخيرة يا شباب على أنها معايير أو قوانين تحدد كيفية إجراء التنسيق والاتصال بين الأجهزة لنقل البيانات. هنا بعد نتعرف على مصطلح جديد وهو عنوان الشبكة، أو يكتب باختصارا IP، وهي اختصار لإنترنت بروتوكول. IP يا شباب طبعا كلمة معروفة جدا لدى الكثير منا، هو عبارة عن عنوان منطقي أو مادي. هذا العنوان فريد يعني مميز، يعني ما يوجد أكثر من جهاز يحمل هذا الرقم أو عنوان الشبكة. مثال طبعا هو تكون مجموعة من الأرقام، ومثال عليه يا شباب زي رقم جوالك ما يمكن يتكرر، عنوان بيتك في الشارع ما يمكن يتكرر، رقم لوحة سيارتك هذه ما تتكرر، الرقم الشخصي في البطاقة القطرية بتاعتك ما يتكرر. لكن يا شباب هو عنوان الشبكة هو عنوان وحيد يميز كل جهاز متصل بالشبكة. تعالوا مع بعض نشوف المصطلح التالي وهو مصطلح TCP/IP، وهذا يكتب اختصارا Transmission Control Protocol على إنترنت بروتوكول. تعريفها يا شباب هي اللغة التي يستخدمها الحاسب في الوصول إلى الإنترنت. إذن تعريف يا شباب TCP/IP هو بروتوكول أو لغة يستخدمها الحاسب في التواصل أو الوصول إلى شبكة الإنترنت. تعالوا مع بعض نتعرف على بروتوكول اسمه HTTP، يسمى باللغة الإنجليزية Hyper Text Transfer Protocol، ويعرف باسم بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن. تعريفه يا شباب هو بروتوكول المستخدم بشكل أساسي في شبكة الإنترنت. ثاني يا شباب تعريف الـ HTTP، تعريفه هو بروتوكول المستخدم بشكل أساسي في شبكة الإنترنت. الآن بننتقل إلى متصفحات الويب الأكثر استخداما. ما هي متصفحات الويب أو الإنترنت الأكثر استخداما يا شباب؟ مين يقول؟ أحسنت، هي إنترنت إكسبلورر، أوبرا، سفاري، جوجل كروم، فايرفوكس وغيرها من المتصفحات. الآن لدينا أسئلة الكتاب. السؤال الأول يقول: يستخدم TCP/IP على نطاق واسع في شبكة الويب العالمية لتوفير الاتصالات بالشبكة؟ مين يقول يا شباب؟ أحسنت، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني: يمكن لجهازين أن يحملا نفس رقم IP على نفس الشبكة؟ هذا وضحناه يا شباب، وقلنا أن IP مين يقول؟ نعم، IP عنوان وحيد ويميز كل جهاز عن الآخر، فإذن الإجابة خاطئة. يستخدم الـ HTTP نموذج الكلاينت سيرفر بحيث يكون المتصفح هو الزبون الذي يتواصل مع خادم الويب المستضيف لموقع الإنترنت. طبعا الإجابة صحيحة.
ينتقل بروتوكول ال HTTP عن طريق ال TCP/IP وهو أساس الاتصال. الإجابة أيضا صحيحة. كيف يمكن زيادة أمان الشبكة اللاسلكية؟ طبعا كلنا شباب لدينا شبكات لاسلكية، وللمحافظة على هذه الشبكة وعدم اختراقها من الآخرين لا بد من التفكير في طريقة لزيادة أمن الشبكة اللاسلكية. لزيادة أمن الشبكة اللاسلكية شباب يستخدم هذه البرمجيات ويب، وعندنا ويبا وعندنا ويبا 2. تعال نشوف، قم بعملية البحث في الانترنت لتستنتج الفرق بين بروتوكولات أمن الشبكة ويب ويبا ويبا 2. بروتوكولات أمن الشبكة يا شباب، الويب تعريفه هو الأكثر أنواع التشفير انتشارا ولكنه أقل قوة. ويبا هو معيار أمان للشبكات اللاسلكية لمواجهة الاختراقات. لدينا التحديث لـ WPA هو ويبا 2، أقوى وأعلى مستويات التشفير. لدينا غلق لهذا الهدف، حل الأسئلة صفحة 73. لا توجد وسيلة لتأمين شبكتنا اللاسلكية، لذلك فهي دائما عرضة للهجمات الخارجية. الإجابة أحسنت، الإجابة خاطئة. أكثر بروتوكولات أمن الشبكة انتشارا هي ويب و Protected Access واي فاي ويبا ويبا 2. أحسنت، الإجابة صحيحة. جدار الحماية يقلل من الاتصالات الغير مرغوبة للشبكة. أحسنت، الإجابة أيضا صحيحة. ننتقل الآن إلى جدار الحماية فايروول. تعريف جدار الحماية شباب زي ما موضح قدامنا كده، هو عبارة عن جدار حوالين الجهاز ليمنع الاختراق. فهو نظام يوفر الأمن للشبكة بحيث يستخدم لتصفية البيانات التي يتم نقلها بين الحاسوب والشبكة المحلية وأيضا الإنترنت. يقوم بوظائف مهمة جدا، أنه يسمح للبيانات المرور فقط إذا تطابقت مع معايير محددة يتم وضعها. أيضا يوفر الفلتر اللي هو داخل جدار الحماية قواعد تحدد ماذا كان سيتم قبول أو تجاهل البيانات لكي تدخل إلى الحاسوب. إذا لدينا جدار حماية من مايكروسوفت ويندوز، وهو تطبيق أمان تم إنشاؤه لتصفية عملية نقل البيانات إلى الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت. لدينا أيضا كتاب تدريبات في الكتاب المدرسي. يجب أن نستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتنا. الإجابة أحسنتم يا شباب، الإجابة خاطئة. علينا أن يكون لدينا كلمة مرور مختلفة جميع الحسابات، بحيث أنه إذا تم اختراق أي من حساباتنا لا يتم اختراق باقي الحسابات، وهذا الشيء وارد يا شباب. علينا تحديث برنامج مكافحة الفيروسات. الإجابة صحيحة. الآن بننتقل إلى الأمن وقابلية الاستخدام، وهذا هو الهدف الأخير في درسنا اليوم. متطلبان أساسيان لأنظمة المصادقة على الحاسوب: أولا المحافظة على أمن الحسابات، رقم 2 سهولة الوصول إلى الحسابات. لدينا متطلبان أساسيان لأنظمة المصادقة على الحاسوب، وهي المطلب الأول أن يقوم بالمحافظة على أمن الحسابات، المطلب الثاني وهي سهولة الوصول إلى حساباتنا. تعالوا مع بعض نتعرف على النصائح التي يجب علينا اتباعها لبقاء بياناتنا وحساباتنا في أمان. الأول، من يقول هذه الصورة يا شباب؟ نعم أحسنت، أنها تعني أنه لا يجب كشف عن كلمات المرور وأسماء المستخدمين للآخرين. الثاني يا شباب، من يقول؟ أحسنت، أنت تتكلم عن الرسائل البريد المجهولة. نعم يجب تجنب فتح هذه الرسائل. هذا من ضمن النصائح يا شباب، وهي من يقول هذه الصورة تعبر عن إيش يا شباب؟ رقم 3 أحسنت، إنشاء كلمة مرور قوية ونقوم دائما بتغييرها باستمرار. الرابع يا شباب، من يقول؟ أحسنت، لا يجب استخدام كلمة المرور نفسها لجميع الحسابات. أيضا من ضمن النصائح يا شباب، من يقول يا شباب هذه الصورة إيش تعبر؟ نعم تعبر عن الصورة رقم 5، تحديث مكافح الفيروسات. والأخيرة، لا نتتبع الارتباطات الشعبية الغير مرغوبة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.